نعم. هذا يوم النحس أو يوم التعيين. أنت تقرأ القرآن، ماذا قال لوط حين نزلت به الملائكة؟ قال هذا يوم عصيب أي شديد. فإن كان قصد القائل لما قال هذا يوم نحس أو قصده سب اليوم، هذا حرام. وإن كان قصده الإخبار فقط فهذا لا بأس به. عرفت؟ أما يوم سعيد فهذا طيب من باب التفاؤل، والتفاؤل كله خير. نعم.